المهم قبل ما نبتدي الحلقة، منذ قليل انتهت مباراة السعودية والأرجنتين، ويعني السعودية عملت مباراة أكثر من رائعة بوجود ميسي في الملعب، كسبت 2-1. ألف مبروك للمنتخب السعودي، منتخب الأخضر، عملته ماتش رائع. يعني انا وانا بجهز للحلقه كنت بتفرج، يعني شيء روح قويه جدا، روح رجاله، منافسه، ما فيش كلل، رغم ان الوقت المستقطع او الوقت الضايع كان 17 دقيقه، لكن قدروا ان هم يستحملوا. بجد 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 شيء اكثر من رائع، مفاجأة مباراه حلوه قوي. رائعة جدا، في يعني تدي أمل وتدي طاقة حلوة في بداية المونديال. أكيد كل العرب، مش بس السعوديين، احنا العرب كلهم بنشجع كل الفرق العربية. أي فرقة عربية في منافسة عالمية أكيد مشاعر العرب كلها بتتوحد لمساندة الفريق العربي. المصريين عندهم حب زيادة وتفاعل زيادة وفرحة زيادة، حالة زيادة كده موجودة عند المصريين، سعداء جدا وفرحانين، ويعني السوشيال ميديا بجد حاجة تفرح المصريين. كأن مصر، أي فرقة عربية كأن مصر، وأكيد السعودية ليها شوية أكتر، السعودية، الكويت، في دول كده لها شوية أكتر، بس مصر هي مع كل الدول العربية، مع كل المنتخبات العربية، كل الحب. بنحيي السعودية، هي بتمثل العرب، فده فوز للعرب، فوز للمصريين، فوز لكل بلد عربي. هو احنا لسه قدامنا، يعني هو دي اول ماتش، فاضل لهم لسه ماتشين كمان، بس احنا متوقعين ان شاء الله انهم يعملوا اي فريق عربي في هذه البطوله، فاحنا كلنا بنشجعه. دلوقتي حاليا تونس دلوقتي في دلوقتي في ماتش بين التوفيق. تونس والدنمارك بيلعبوا، واثناء ما احنا على الهواء للي مش متابع الماتشات هنحاول ان احنا نقول لكم النتيجه، وان شاء الله الفوز لتونس علشان يبقى النهارده يوم عربي عربي مية يا رب ان شاء الله في فرح وفوز وانتصار، سواء في ملاعب كرة القدم او سواء في الحياة، انتصار للعالم العربي يا رب.